ما صرح به رئيس الجمهورية من عدم تنفيذ، وقال عدم إمكانية تنفيذ القانون 38، هل هو مصارحة مطلوبة وضرورية أم هو إقرار بفشل الشعارات الشعبوية التي كان أتى عليها لمين بوعزيزي؟ طبعا هو اقرار بفشل شعاراته، وفي نفس الوقت هو اقرار بخواء الرجل، لانه القائد هو الذي بامكانه ان يستنبط في حلول في الاوضاع وفي الظروف الصعبه. نذكر هنا انه اولا الساعه من حيث المبدا، هذا قانون ختم ونشر بالراي الرسمي اصبح قانونا للدوله التونسيه، واجب تنفيذه. نقطة أرجع للسطر، النقاش حوله ممكن مش ممكن، يجوز لا يجوز إلى آخره، هذاك قبل ما يتختم وما يتنشر في الرأي الرسمي. أما طالما أنه أصبح قانونا نافذا فيلزم يتنفذ. القائد الحقيقي مش الإنسان الفارغ اللي ما عندوش ما يعطي كان الشعارات الفارغة، هو اللي قادر أنه يستنبط في حلول، هو اللي قادر أنه يسمع الناس، أنه يسمع أهل العقل، أهل الفكر، أنه يستشير الناس. احنا تواجهنا في وضع، كيفاش تراون المخرج نتاعك؟ وأنت عندك الكثير من الحلول، وبدأت الناس اليوم تحكي على مجموعة من حلول فكرة كنت من مستواه لحل هالإشكالية في هذه. تنجم أنت اليوم في بإمكانك، معناها في أكثر من 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 مستوى، أنك ساعة ثم رسالة نتاع طمأنة قبل كل شيء. وهنا الفرق ما بين الزعيم السياسي وبين زعيم الصدفة، ما بين اليملة وما بين اللي قرب على خاطره في فارغ. أنت مطالب بأنك تعطي رسالة فنتي سياسية، قول طيب أنا فنتي بالنسبة لي أنا فنتي اليوم هذه الساعة نضبط الساعة فنتي قائمة بالأشخاص المعنيين. نحن اليوم ما عندناش قائمة بالأشخاص المعنيين، ما عندناش قائمة شكونهم اللي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون هذاك في عدد 38. الساعة أنا هات راني باش نحدد فيهم قائمة في الناس هذوما، راني باش نقوم بالتبويب نتاعهم، وبعد ما باش نقوم بالتبويب نتاعهم باش نعمل سلم نتاع أولويات اللي هم الأكثر احتياجا أنهم يكونوا فهمتي موجودين في الوظيفة والمواقع اللي أكثر أن تستوعبهم. وعلى الأقل كي نبدا نخدم 100 نبدا نخدم 200 نبدا نخدم فهمتي 1000، مالي الا نعطي الساعه اول حاجه هي سياسه الالف ميل تبدا بخطوه. وثم انك بدل انك تلعن الظلام وقت اللي انت هو قاعد تجيب فيه، انك تشعل شمعه وتعطي امل، او بدينا في بهذوما والتالي الاخرين الناس اللي تطمئن اللي لا راهو ثم ضوء في اخر النفق وثم امكانيه تحل. لكن راهو لا يستوي الظل والعود اعوج، راهو فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم،